صحيفة يعني شفق تتحدث عن العملية ربما تكون وتنطلق من مدينة تل رفعت، وكونكم من هذه المناطق في شمالي سوريا، هل لديكم اطلاع على بالنسبة التحضيرات إن كان من الجيش الوطني السوري وأيضا الجيش التركي لمسألة انطلاق هذه العملية وتفاصيل أكثر فيها إن كان لديكم اطلاع على هذا الموضوع؟ نعم حياك الله. بالنسبة لأمور الحديث الذي تكلم عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام عن بدء عملية عسكرية جنوب البلاد، يقصد جنوب تركيا، نعم. طبعا الأمور المتوقعة هي 4 محاور، ولكن ممكن أن يكون هناك عمل على محورين من هذه المحاور التي سوف أذكرها وأطلعها عليكم بعد قليل. طبعا توجد هناك 4 توقعات أستاذ محمد للعملية العسكرية، نعم. التي تحدث عنها الرئيس التركي. المحور الأول هو جيب شمال حلب، منطقة تل رفعت ومنغ وعين دقنة وتل مضيق وشعالة وحربل والشيخ عيسى. هذه قرى تقع غربي مدينة مارع وجنوب مدينة عزاز وغربي مدينة الباب. هذا الجيب الذي يقع بالقرب من مدينة عفرين وهو شمال نب الوزارة. الجيب هذا معروف منذ مدة، قسد موجودة في هذه المنطقة، أيضا يوجد هناك قوات نظام وقوات روسية. المحور الثاني أستاذي الكريم هو مدينة منبج، حتى الأستراد قرب مدينة منبج من جرابلس وحتى من الحدود السورية التركية، وحتى مدينة منبج 30 كيلومتر بعد الأستراد بقليل. ممكن أن تكون العملية لبعد الأستراد الذي يقع بعد مدينة منبج تقريبا هنا 30 كيلومتر، ممكن أن تكون هنا العملية النقطة الثانية للعملية العسكرية. المحور الثالث هو يتضمن شرق حلب، منطقة طبعا عين العرب. المحور الثالث هو القرى الواقعة شرق نهر الفرات التي تقع شوخ تحتاني، شوخ فوقاني، زور مغار. هذه القرى الذي شرق نهر الخابور هي تقع بالقرب من جرابلس من الضفة الأخرى. هذه القرى هي تعد قرى تابعة لريف عين العرب الغربي، حتى وصولا لعين العرب امتدادا لشرق عين العرب وصولا إلى ريف مدينة تل أبيض في منطقة نبع السلام المحرر الغربي شمال الرقة. هذه القرى من زور مغار إلى تل أبيض قرابة 100 كيلومتر، ممكن أن يكون هناك عملية عسكرية فيها بعمق 30 كيلومتر. المحور الرابع وهو المستبعد بالوقت الحالي حسب الأرض هو محور الذي يقع شرق مدينة راس العين بريف الحسكة. طبعا مدينة راس العين هي في منطقة نبع السلام التي تقع شرقها هي مدينة الدرباسية وعامودة وصولا إلى القامش لشمال مدينة الحسكة. هذه 4 محاور أستاذ محمد، ممكن أن يكون هناك عمل على محورين. طبعا كتحليل وكتوقع من شخص لسه لم تطلع نتائج اليوم الاجتماع رجب طيب أردوغان مع الأمن القومي، أنت تعرف، ولم تطلع النتائج لبدء العملية العسكرية. لكن ماذا عن تحضيرات يعني الجيش الوطني السوري؟ هل لديك اطلاع على تفاصيل التحضيرات في الداخل السوري؟ إلى هذه اللحظة لا توجد أي تحضيرات إلا بعد انتهاء الاجتماع وتقرير العملية العسكرية على أي محاور، بعدها يكون هناك تحضيرات. إلى الآن لم يكن هناك أي اجتماع مع القادة لبدء أي عملية، وقلت وأرجع أقول الاجتماع ينتهي اليوم، وممكن أن يقرر هذا الشيء بعد انتهاء الاجتماع مع قادة فصائل أو مع قادة فيالق في الجيش الوطني إذا كان في منطقة تبع السلام أو